كنا لما نقول لهم يا اخوانا الحاكم لا يطبق شرع الله، الحاكم يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويعتقل العلماء ويوالي أعداء الله سبحانه وتعالى التطبيع وإياه، يقول لك إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. يا شيخ الحاكم عمل اللي عمله في ربعة وفي النهضة، يقول لك إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. يا شيخ يا شيخ فلان وعلان من شيوخ السلفية وأقطابها يقول لك إلا إذا رأيتم كفرا بواحا، نقول لهم أباحوا الخمر، نشروا الرذيلة، عملوا حفلات للشواذ، إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. وآخرها الآن بقى بيقول لك حتى لو كفر الحاكم. يعني معنى هذا الكلام وخطورة هذا الكلام أنه يطلب، يعني تمهد الأمة الإسلامية أن يحكمها كافر أو صهيوني عادي بقى، ما خلاص ما عادش فيه مشكلة. فاحنا كنا بنتكلم عن حاكم متغلب مسلم، فكان بيضحك على الناس بشوية ركعات بيأديها وعلامة الصلاة والكلام ده. دلوقتي لا، ده هو نفسه لو كفر، يعني صحي الصبح كده وقال أنا مش مسلم في منهج الشيخ سعيد وإحنا مش قادرين. هو الأول حكم علينا إن إحنا مش قادرين، يعني شل أركان الأمة، الأمة مش قادرة. من قال لك أيها العاجز إن الأمة مش قادرة؟ إذا كنت أنت عاجز لأنك تعيس، فالأمة قوية وقادرة، قادرة أن تلزم أي حاكم ينتهك حدود الله تلزم حده. ورحمة الله وبركاته. شيوخ السلطان كهنة معبد ولي الأمر وعبدة الديوان السلطاني، في كل يوم يخرجون علينا بفتاوى شاذة ما أنزل الله بها من سلطان وما سمعنا بها في أسلافنا ولا في آبائنا. فتاوى عجيبة وغريبة، أبسط ما يمكن أن يقال عنها إن شيوخ السلطان من شدة خوفهم من بطش السلطان كادوا أن ينشئوا له دينا جديدا، دين فيه السمع والطاعة المطلقة العمياء الذي لا خلاف ولا عصيان فيها أبدا، دين يسمح لولي الأمر أن يفعل ما بدا له حتى ولو زنى وشرب الخمر وفعل فعل قوم لوط على الهواء مباشرة زي ما سمعنا قبل كده، دين يعطي الحق لولي الأمر أن يفعل ما يشاء حتى لو كفرا. نعم هكذا يقولون. دلوقتي احنا المستوى بيعلى، احنا الاول كانوا بيسمحوا لولي الامر ان هو يجهر بالمعصية، لا النهاردة اللي هنسمعه النهاردة من الشيخ سعيد بن هليل بقى مستوى اعلى من الجهر بالمعصية. ايه؟ تعالوا نسمع، لان انا عارف طبعا انتوا عندكم فضول شديد، هل ممكن فعلا المشايخ والعلماء والامة كلها ترى الحاكم يكفر صراحة وتسكت بل وتسمع له وتطيع؟ تعالوا نسمع مع بعض ونشوف هل هذا في ديننا وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أم لا. واجبنا نحن الولاة لو رأينا ما رأينا إلا الكفر، حتى الكفر لو كفر ننظر، حتى لو أكفر بالله رب العالمين ننظر، هل لنا قدرة على الإزالة؟ ما لنا قدرة نسكت، ما علينا إلا الدعاء. وهذه وعودوا أنفسكم عليها قاعدة أهديها لكم، أنكم متى ما نقل لكم عن ولاة أمر المسلمين شيء فما عليكم إلا أن تقولوا هداهم الله، أعانهم الله على إزالة المنكر. أما إن سكت أنت شريك، أو مأت برأسك للمتكلم بأنك صح بس أنا ما أقدر أقول شيء، هذا أنت فيك بلا، هل بلك فيك أنت، أصل حصل على عندك. يعني بعض الدعاة ما نعمم إن شاء الله، لكن بعض يعني ما من لم يتأصل إذا سب الحاكم عنده ولا قال أي والله. الشيخ سعيد يقول صراحة أنه من حق الحاكم وولي الأمر أن يفعل ما يشاء حتى ولو كفر، حتى ولو كفر، هو الذي قال ذلك. تسمعوا تاني، واجبنا نحن الولاة لو رأينا ما رأينا إلا الكفر، حتى الكفر لو كفر ننظر، حتى لو أكفر بالله رب العالمين ننظر، هل لنا قدرة على الإزالة؟ ما لنا قدرة نسكت، ما علينا إلا الدعاء. بيقول لك حتى لو كفر ونحن ليس لنا قدرة نسكت، يعني الحاكم يفعل ما يشاء
نعم، حتى لو كفر، حتى لو كفر. طب أين علماء الأمة؟ يسكتوا. في أي دين هذا؟ في أي شرع؟ خطورة هذا الكلام أنه بيدي للحاكم إحساس أنه إله يعبد من دون الله، وأنه راعية ليس لها الحق، ولو حتى كان فيهم علماء، أن يصوبوا خطأ يرتكبه الحاكم حتى لو كفر. في أي دين هذا؟ والعلماء في ديننا هم الذين يقومون الحكام، فإن انحرف الحاكم عن طريق الله قومه العالم. يقول لك يا شيخ، ما هو العالم كده ممكن يؤذى. ما يؤذى، أمال دين الله سبحانه وتعالى يضيع بين الناس؟ خطورة هذا الكلام أنه يصدر للعامة أن الحاكم هو ظل الله في الأرض، وأن الحاكم لا ينازع، الحاكم لا ينازع ولا يعترض عليه أبدا. هذا التعيس ابن هليل يقول الحاكم يفعل ما يشاء حتى لو كفر، وعلى الأمة إذا لم تستطع. لا، هنا عمل لك مخرج، يعني بيقول لك إذا لم نستطع فعل شيء علينا أن نسكت. يعني كان الأولى بالشيخ أن يبين للناس وأن يبين للحاكم إن طاعتنا لك مرتبطة بطاعتك أنت لله ولرسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لك علينا، انتهى. ما بيننا وبينك من سمع وطاعة انتهى. هو ده الواجب عليك يا شيخ تعيس، ده الواجب عليك، مش تسكت، واجب أن تبين وأن تقول كلمة الحق عند سلطان جائر، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تقول للحاكم جهارا نهارا عيانا بيانا، اتق الله، لقد خالفت أمر الله وخالفت نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين يا إخوة. وفي سبيل ذلك أوذي وسجن العلماء، بل منهم من مات في السجن في سبيل كلمة الحق. خطورة هذا الكلام أن نسكت ويبقى المبرر نحن لا نستطيع. طب هو إيه حدود الاستطاعة يا شيخ تعيس؟ نحن لا نطلب منك أنك تمسك عصا وتروح تضرب الحاكم، لا، نطلب منك أن تقوم بالمسؤولية الشرعية التي حملك الله عز وجل أمانتها، أمانة الكلمة، أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تجهر به وأن تبين للناس فساد هذا الحاكم وكفره. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث سيدنا عبادة بن الصامت. وطبعا الشيخ تعيس هذا وأمثاله من التعساء اللي زيه، اللي هم كهان كهنة المعبد السلطاني وعبدة السلطان، مش حافظين حاجة في السنة غير الحديث ده، وكانوا دايما يصدعوا رؤوسنا بهذا الحديث اللي هو حديث عبادة بن الصامت، اللي هو ايه؟ وأن لا ننازع الأمر أهله، طيب، إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. إن لما نقول لهم يا أخوانا الحاكم لا يطبق شرع الله، الحاكم يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويعتقل العلماء ويوالي أعداء الله سبحانه وتعالى التطبيع وإياه، يقول لك إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. يا شيخ، الحاكم عمل اللي عمله في ربعة وفي النهضة، يقول لك إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. يا شيخ، يا شيخ فلان وعلان من شيوخ السلفية وأقطابها، ها، يقول لك إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. نقول لهم أباحوا الخمر، نشروا الرذيلة، عملوا حفلات للشواذ، إلا إذا رأيتم كفرا بواحا. طلع النهاردة الشيخ تعيس أفلها، أفلها عليهم مش أفلها علينا إحنا، لأن هم كانوا فاهمين الكفر البواح غلط، لأنه نشر المعصية والتضييق على أهل العلم والدعوة أو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقتل الناس في الشوارع والميادين، كل هذا من أعمال الكفر. فطلع النهاردة الشيخ سعيد أفلها عليهم، أفلها عليهم، خلاص ما عادش ليهم أي حجة أخرى. قال لك حتى لو رأيت كفرا بواحا تسكت، لأنك لا تستطيع. طب كيف لا تستطيع يا شيخ سعيد وانت قاعد دلوقتي بتأدي درس في أكبر المساجد؟ يعني لك صوت مسموع، يعني تستطيع على الأقل. قل لا، إلا إذا رأينا كفرا بواحا فواجب علينا أن ننصحه. ما بقول لكش خرج عليه ولا حاجة، لأن أنت بتخافوا من كلمة الخروج عليه دي، أنتوا بتخافوا. نقول إمتى يا أخوانا؟ يثور الناس على ملوكهم وعلى حكامهم، يقول لك إذا رأيتم كفرا بواحا. أو طلع النهاردة التعيس ده وقفل الباب وقال لك حتى الكفر البواح لا يسمح لك إنك إيه؟ إنك تومئ برأسك. هكذا يقول، يقول حتى لو في واحد قدامك بيقول الحاكم بيعمل كذا وكذا،
كنك تقول له يعني فعلا والله يا شيخ عندك حق بس انا مش قادر اتكلم، يقول لك يبقى انت اللي وحش، يبقى انت اللي ضال. امثال هؤلاء التعساء لو لاحظتم يا اخواني هتلاقي حديثهم دائما موجه الى الرعيه، اسمعوا واطيعوا. ولو جلد ظهرك واخذ مالك، انت المفروض تبقى عبد مش لله، لولي الامر. لو عمل فيك اي شيء، لو استحل مالك وانتهك عرضك وعمل فيك اي حاجه، تقول له حاضر سمعا وطاعه. هنلاحظ ان الناس دي حديثها دائما موجه الى الرعيه هكذا، ولا يوجهون كلمه واحده لولي الامر. يقول له اتق الله، خاف ربنا في رعيتك، اعدل بين رعيتك، لا تظلم، لا تشرب الخمر، ولا تبيح بيع الخمر، ولا تأخذ أموال الناس بالباطل. لم نسمع منهم كلمة فيها نصيحة لولي الأمر، لا يمكن أبدا. وآخرها الآن بقى بيقولك حتى لو كفر الحاكم. يعني معنى هذا الكلام وخطورة هذا الكلام أنه يطلب، يعني تمهد الأمة الإسلامية أن يحكمها كافر أو صهيوني عادي بقى، ما خلاص ما عادش فيه مشكلة، وهم نفسهم عندهم نفس الفتاوى الشاذة الضالة المضلة التي تقول بالحاكم المتغلب. فاحنا كنا بنتكلم عن حاكم متغلب مسلم، فكان بيضحك على الناس بشوية ركعات بيأديها وعلامة الصلاة والكلام ده. دلوقتي لا، ده هو نفسه لو كفر، يعني صحي الصبح كده وقال أنا مش مسلم في منهج الشيخ سعيد وإحنا مش قادرين، هو الأول حكم علينا إن إحنا مش قادرين، يعني شل أركان الأمة، الأمة مش قادرة. من قال لك أيها العاجز إن الأمة مش قادرة؟ إذا كنت أنت عاجز لأنك تعيس، فالأمة قوية وقادرة، قادرة أن تلزم أي حاكم ينتهك حدود الله تلزم حده. الأمة قادرة إن هي تقف في وجه أي معتدي وفي وجه أي كافر. كيف نرضى أن يحكمنا كافر ويعلن كفره؟ طب هم متنيلين بستين نيلة يعني بيستتروا بمصايبهم. خطورة الفتاوى التعيسة هذه إن هي تخلي الحاكم يجهر بكفره بل ويتفاخر به. ولو حد طلع زي حالاتي كده واتكلم يطلع أمثال هؤلاء التعساء يكفروني أنا. ليه؟ لأن أنا بعترض على ولي الأمر، يبقى اللي بيعترض هو اللي كافر، لكن اللي أعلن الكفر البواح ما يبقاش كافر. إنا لله وإنا إليه راجعون، أصبحنا في زمن عجيب. لذلك يا إخواني والله انتبهوا على دينكم من أمثال هؤلاء، ولا تغرنكم غطرة أو لحية أو آيات قرآنية يرددها هؤلاء كذبا وزورا، ويتحدثون باسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباسم السلف، والسلف منهم براء. نعم، السلف من أمثال هؤلاء براء منهم. انتبهوا على دينكم ولا تسلموا عقولكم لأمثال هؤلاء شيوخ السلطان الذين باعوا الآخرة وباعوا الدين من أجل دنيا غيرهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.